شيء بالراس والله شيء بالراس شيء بالراس كلمة الخوة عفتها على كلمة الخوة عفتها على الشريعة ويما ألقم وجهي بجفوف القطيع غربة يا ناس غربة يا ناس غربة يا ناس غربة يا ناس رديت بس ردت أخو رايح أخي مني والفاقد حزام الظهر هو البكي شفي ذا هو البكي خدام الحسين هذا النص أغاتي هلا رديت بس ردت أخو رايح أخي أمني ذا والفاقد حزام الظهر هو البكي شفي ده هو البكي هو البكي شفي راح اخو يا الجار باشد الحال ساعة الشدة عمت عيني عليه مقطع جفوفه ماي وتبدى راح ابو فاضل بعد ما يرجع راح ابو فاضل راح بعد ما يرجع ظهري مكسور وابجي معذور ظهري مكسور وابجي معذور طيحت الكافل فجيعتها فجيعه يما ألطم وجهي بجفوف القطيع طيحت الكافل طيحت الكافل فجيعتها فجيعه ويما ألطم وجهي بجفوف القطيع غربه يا ناس غربه يا ناس صوتك شيب الراس شيب الراس افراق عباس شيب الراس افراق ما شاء الله كلمة كلمة الخوة عفتها على الشريعة يما ويما ألطم وجهي بجفوف القطيع أريد جواب كلمة الخوة عفتها على الشريعة ويما ألطم شباب شباب يلا غربة يا ناس غربة خادم خدمة الحسين لخادم الحسين والشاعر الأديب كرار حسين الكربلاي عمي مو أخو جيشي بكربلة وعلى المخيم خيمة عباس بجفوف الهوت موجود شايل خيمة موجود شايل خيمة فيزع لما انشار سكينة عطشانة وقال لها بشري والله يا عمي كون اجيب الماي
تالي ما تالي راح خزي تالي ما تالي تالي راح خزي أنا راح خزي أنا سوى بالبين وفى جمعات صوب البين وطوفة جمعين أنا وأهل الخيم ضعنا شلون وعاه يما ألطم وجهي بجفوف القطيعة أنا وأهل الخيم ضعنا شلون وعاه يما ألطم وجهي بجفوف القطيعة قرب يا نار قرب يا نار جواب شاي بالراس شاي بالراس افران شاي بالراس شاي بالراس جواب جواب افران كلمة كلمة الخوع فتح للشريعة يما يما ألقض وجهي بجفوف القطيع بعد كلمة كلمة الخوة عفت أحلى الشريعة ويما ألقم وجهي بشوف الجميع وربي يا نار وربي يا نار لميت حيلي ومن قومت حاجاني أخي حجايل لميت حيلي من قومت حاجاني أخي حجايل يا حسية ودي للعذر لخت الحنين هواية لخت الحنين هواية وقيلها يا زينب وقيلها يا زينب ماتت العشرة لبينك وبيني طاحن جفوفي يا ابو عبد الله طاحن جفوفي وبعد وهالشيمة وصاد وهالشيمة وراسي وين طوفت عيني ما يرد عباس بعد للخيمة ما يرد عباس بعد للخيمة بعد للخيمة قصة دنياي ما جبت ماي قصة دنياي وما جبت ماي بيا ضاقت ما تلم روحي الوسيعة ويما ألطم وجهي بجفوف القطيع ويما ويما ألطم وجهي بجفوف القطيع قرب يا نار قرب يا نار هيا بالله افران عباس هيا هيا بالله ما شاء الله ما شاء الله افران عباس كلمة الخوة عفتها للشريعة يما يما ألقم وجهي بجفوف القطيعة ويما يما ألقم وجهي بجفوف القطيعة يا نار قرب يا نار
الخيم واقف على باب الخيم مكسور من جناحي مهضوم خانقني الهوى ولازم بدي اصفاحي ولازم بدي اصفاحي وصيحت بدموعي ليش يا عباس لا تخلي خويا مو وقتك تروح عن عيني يا بعد عيني طلعت سكينة تنحب الحار طلعت سكينة وطلعت سكينة تنحب الحالي تنحب الغالي من راح فراغ وطاح الغالي من راح فراغ وطاح راح كل حلو ذبل عمري وربيعه ويما ألطم وجهي بجفوف القطيع عباس راح كل حلو ذبل عمري وربيعه يما ألطم وجهي بجفوف غربة يا ناس غربة يا ناس أخير جواب عمي شيب الراس الفران عباس اسمع صوتك شيب الراس الفران عباس كلمة الخوة عفتها أحلى الشريك ويما يما أطول كلمة المريعة ويما ويما ألطم وجهي بتشوف خادم الحسين شاعر الأديب كرار حسين الكربلاي عمي ما بقت بس ساعة بعد والشمير يقطع نحري ما بقت بس ساعة بعد والشمير يقطع نحري والمهور يرجع للخيام وتتلقى زينب مهري وتتلقى زينب يلا صيح قل لي يا الميمون وانا خيالك عفترمي قل لي يا الميمون يا اللي صوتك ما شاء الله وانا خيالك وانا خيالك عفترمي تجر بالجامع صحي ليش مالك مجبل علي جيتني خالي حسين شاوي جيتني خالي جيتني حسين شاوي حسين شاوي بس اللي مازال خير ببيت قلها مذبوح قلها مذبوح تشبع جروح قلها مذبوح وتشبع جروح
طيحت العباس تنشاف الوديعة ويما ألطم وجهي بجفوف القط طيحت العباس تنشاف الوديعة ويما ألطم ويما ألطم وجهي بجفوف القط غربة يا نار